حالا هنروح للنشرة الاقتصادية مع زميلتي آية طارق. آية أهلا بك. أهلا بك يا إسراء، صباح الخير عليكي وعلى كل مشاهدي مصر الزراعية ومشاهدينا. إليكم النشرة الاقتصادية. مشاهدينا في كل مكان صباح الخير عليكم جميعا وأهلا بكم، وهذه الجولة الاقتصادية السريعة مع أبرز أخبار المال والاقتصاد، ونبدأها كالعادة بأبرز أخبارنا الاقتصادية. الخبر الأول بيقول توقيع اتفاقية لتوحيد قواعد القيد والتداول بين بورصتي مصر والبحرين. توقع اليوم هيئة الرقابة المالية المصرية والبنك المركزي البحريني الذي يشرف على الأنشطة المصرفية وغير المصرفية في البحرين اتفاقية لتوحيد قواعد القيد والتداول والقيد المزدوج بين بورصتي مصر والبحرين، كنواة أولى لإنشاء بورصة عربية موحدة. الرئيس عرض إقامة مشروعين عملاقين بمصر على رجال الأعمال الأمريكيين. أعلن وزير التموين خالد حنفي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عرض خلال لقاءاته مع رجال الأعمال الأمريكيين اقتراحاً بإنشاء مشروعين عملاقين بمصر. الأول هو مدينة سياحية للتسوق في خليج السويس بالقرب من ميناء السخنة لتشغيل 500 ألف عامل، والثاني هو إنشاء أضخم مركز عالمي لتجارة الغلال والحبوب في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الفكرة لاقت ترحيباً كبيراً من الجانب الأمريكي. بعثة فنية من صندوق النقل الدولي قبل نهاية العام تزور مصر. وجهت الحكومة الدعوة لصندوق النقد الدولي لإفادة بعثته الفنية لزيارة مصر قبل نهاية العام الحالي، وذلك للتشاور حول الأوضاع الاقتصادية وبرامج الإصلاح الاقتصادي التي بدأت الحكومة تنفيذه، خاصة فيما يتعلق بإصلاح الاختلالات الهيكلية في منظومة الدعم وإجراءات الحد من عجز الموازنة العامة للدولة، وذلك قبل بدء أعمال مؤتمر قمة مصر الاقتصادية والمقرر عقده في فبراير المقبل، مؤكدا أن مصر تربطها علاقات متميزة مع جميع مؤسسات التمويل الدولية فيما فيها صندوق النقد والبنك الدوليين. 20 قضية استثمارية تنتظر مجلس الوزراء. انتهت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار برئاسة المستشار محفوظ صابر وزير العدل من إعداد التوصيات الخاصة بحزم النزاع في 20 قضية نظرتها اللجنة، شملت مشكلات تتعلق بمشروعات استثمارية في مجال عمل وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار ومحافظات الجيزة ومطروح وكفر الشيخ، ومن المقرر أن يتم عرض التوصيات على مجلس الوزراء لإصدار قرار بشأنها وفقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار. عبد النور جهود مكثفة لمنع دخول المنتجات الرديئة بالأسواق. أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة حرص الحكومة على اتخاذ كافة الإجراءات والآليات اللازمة لمواجهة عمليات التهريب وعدم السماح بدخول منتجات رديئة وغير مطابقة للمواصفات إلى السوق، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على إزالة كافة العقبات التي تواجه المصدرين المصدرين والمستوردين الجادين وتوفير المساندة الكاملة لهم لتيسير حركة الصادرات والواردات بين مصر ومختلف دول العالم. وننتقل إلى أسعار العملات مقارنة بالجنيه المصري طبقا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، حيث في ظل متابعتنا لآخر وأحدث أسعار العملات الأكثر تداولا مقابل الجنيه المصري، نجد أن أسعار العملات في حالة من الثبوت النسبي في السوق الرسمية وهي البنوك وارتفاعها في السوق السوداء. وفيما يلي بيان بأسعار العملات. دولار أمريكي بيع 7.17 وشراء 7.14. يورو بيع 9.24 وشراء 9.18. جنيه استرليني بيع 11.73 وشراء 11.61. دينار كويتي بيع 25.2% وشراء 24.84. ريال سعودي بيع 1.91 وشراء 1.90. درهم إماراتي بيع 1.95 وشراء 1.94. ونصل إلى أسعار الذهب، حيث حدث ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم في جمهورية مصر العربية بعد انخفاض سجله في جميع أسعار أعيرته أمس وأول أمس. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب. استقر عيار 24 عند 284.34 قرش. أما عيار 21 248 جنيه و43 قرش. وأخيرا عيار 18 209 جنيه و51 قرش.
ونصل إلى أسعار الخضار طبقا لأسعار سوق العبور. طماطم جملة 150 قرش وتجزئة 3 جنيه. بطاطس جملة 2 جنيه وتجزئة 3 جنيه و50 قرش. بصل جملة 2 جنيه و50 قرش وتجزئة 4 جنيه. كوسة جملة 2 جنيه وتجزئة 4 جنيه. فاصوليا جملة 2 جنيه وتجزئة 4 جنيه. باذنجان بلدي جملة 150 قرش وتجزئة 4 جنيه. باذنجان رومي جملة 150 قرش وتجزئة 3 جنيه. خيار بلدي جملة 2 جنيه وتجزئة 4 جنيه. ملوخية جملة 2 جنيه وتجزئة 4 جنيه. وأخيرا ثوم 8 جنيه جملة وتجزئة 14 جنيه. ونصل إلى أسعار الفاكهة طبقا أيضا لأسعار سوق العبور. برتقال جملة 2 جنيه وتجزئة 4 جنيه. موز جملة 6 جنيه وتجزئة 8 جنيه. مانجا جملة 5 جنيه وتجزئة 6 جنيه. تفاح جملة 6 جنيه وتجزئة 9 جنيه. خوخ جملة 8 جنيه وتجزئة 10 جنيه. مشاهدينا بكده تكون خلصت نشرتنا الاقتصادية اليوم، إليك زميلتي إسراء. شكرا جزيلا يا آية على هذه النشرة الاقتصادية.